أنا أقيم في مدينة كراكوف في بولندا، وقد حل علينا شهر رمضان الماضي، وقد من الله علينا بصيامه والحمد لله، إلا أننا كنا في إمساكنا وإفطارنا نعتمد على توقيت بلدنا في العراق، علما أن التوقيت هنا في بولندا يسبق العراق، فيجب أن نمسك قبلهم وأن نفطر قبلهم، وقد صمنا على هذا الوضع 4 أيام إلى أن تبين لنا الفرق في التوقيت، فاعتمدنا توقيت البلد التي نصوم بها، فما الحكم في فعلنا الأول وماذا يجب علينا؟ وكما ذكر السائل أنه يجب عليهم العمل بتوقيت البلد الذي هم فيه، نعم، فيمسكون عند طلوع الفجر ويفطرون عند غروب الشمس في البلد الذي هم فيه، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا منطبق على المسلم في أي مكان، ما دام أن عنده طلوع الفجر وغروب الشمس فإن الصيام فيما بينهما. وأما ما حصل منهم في أول الشهر من أنهم يصومون بتوقيت بلد آخر يختلف عن توقيت بلدهم الذي هم فيه فهو خطأ، ويجب عليهم أن يقضوا هذه الأيام التي صاموها على هذا النمط، لأن صيامهم غير صحيح ولا مطابق للشرع كما ذكرنا. وإن كان مضى عليهم رمضان آخر لم يقضوا هذه الأيام فإنه يجب عليهم مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. الله أعلم. نعم.